لإلقاء مزيدا من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور عبد المنعم، كل سنة حضرتك طيب. وبداية نحب أن نعرف المشاهدين بتعريف عام للصكوك وما هو الاختلاف فيما يتعلق بالصكوك السيادية. أولا مساء النور وكل سنة حضرتك طيبة وكل سنة وجميع المشاهدين طيبين. الصكوك هي أداة تمويلية يمكن تكون جديدة على السوق المصري، لكن هي أداة تمويلية مثلها مثل السندات وأذون الخزانة التي يتم إصدارها، ولكن هذه الصكوك تكون جزء من رأس مال خاص بمشروع محدد ومعين. بمعنى أن هذه الصكوك بتقام على مشروع معين، يعني مشروع وليكن لو افترضنا أن هناك مشروع لإقامة محطة كهرباء سوف يتكلف $1,000,000، فيكون إصدار الصكوك على هذا المشروع مشروع محدد، ويكون العوائد الخاصة بهذه الصكوك هي العوائد الناتجة من بيع الكهرباء الصادرة من هذه المحطة للغير. وبالتالي فالصكوك هي بيمكن الفكرة السيادية فيها أنها تكون على مشروع محدد. وبالتالي أنه هدف هذه الصكوك زي ما حضرتك تفضلت وقلتي أن يكون هناك توفير للسيولة والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية، يكون هناك جذب شرائح جديدة من المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، والأهم من ذلك هو تخفيض كلفة التمويل. النهاردة احنا الدولة بتسعى لأنها تخفض قيمة الديون الخاصة بها سواء كانت الداخلية أو الخارجية، فأداة التمويل الجديدة اللي هي الصكوك اللي مصر تأخرت فيها كثيرا، هذا المشروع يمكن تم مناقشته قبل كده في 2008 وتم مناقشته في 2012 ولم يصدر، وتم إصداره الحمد لله بقانون ولائحة تنفيذية. ويمكن زي ما قلت مصر متأخرة جدا، سوق الصكوك على مستوى العالم بيتجاوز $3.2 تريليون، في دول كثيرة سبقت مصر في ذلك الأمر، منها ماليزيا، منها السعودية، دول عربية زي السعودية والإمارات والكويت، وأيضا دول غربية زي إنجلترا التي أصدرت صكوك أكثر من $730 مليار خلال الفترة الماضية. ربما دكتور عبد المنعم النقطة التي يمكن أن تكون غير واضحة لبعض المتابعين هي الفارق ما بين الصكوك والسندات كأدوات للدين بشكل عام، وما الذي يعني تضيفه أداة الصكوك لسوق الدين بشكل عام، أو كيف تختلف عن الأدوات التقليدية؟ الاختلاف ان الصكوك بتكون لها عدة مواصفات محددة. اولا هي صكوك بتصدر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، بمعنى انها تكون على مشروعات محددة وواضحة، ويكون هناك انواع للصكوك زي صكوك المرابحة، صكوك الإيجارة، صكوك الوكالة، صكوك الاستصناع، وبالتالي هي صكوك تقام على مشروع لأنه لا يعني لا تصدر بشكل مطلق، يعني بدون تعريف المشروع المرتبطة به لابد من وجود بعض الضوابط، وهي أن تكون هذه الصكوك اسمية، أن يتم إصدارها في على مشروع محدد، يكون هناك دراسة جدوى لهذا المشروع، محدد الأرباح أو النواتج والعوائد الخاصة بهذه الصكوك تحديدا يعني وفقا لضوابط معينه وفقا لدراسات جدوى. ايضا هناك هيكون هناك شركه هتكون شركه اسمها التصكيك السيادي، الهدف منها انها تقوم بمتابعه واداره وتنفيذ عمليه اصدار الصكوك السياديه التي تمتلكها الدوله. ايضا هذه الصكوك هيتم اصدارها على مشروعات ذات ملكيه خاصه للدوله، يعني هي يتم إصدارها على مشروع محدد يكون هناك ملكية حقيقية للدولة. الأكثر من ذلك أنه الأرباح، وده يمكن هنا منطقة الشريعة الإسلامية أو يعني منطلق العقيدة والشريعة الإسلامية، أن تكون محددة المعالم، وأيضا أن تكون الربحية ليست محددة تحديدا يعني زي فائدة البنوك، ولكن هي محددة وفقا لأرباح أو خسائر من مشروع معين. ولا يوجد حتى نطاق للأرباح المتوقعة، يعني السندات نعرف مثلا أنه الفائدة ستكون ليكن 10%، فيما يتعلق بالصكوك هل هيتم تحديد على الأقل حد أدنى؟ بالضبط هيتم تحديد حد أدنى،
ولكن يكون هناك الأرباح بتتحرك من إلى، بمعنى أنها تتحرك وفقا لدراسات جدوى، وفقا لدراسات اقتصادية معينة، خاصة أن الإيرادات المحققة التي سوف تكون محققة من هذه المشروعات هتكون ناتجة عن عقود بالفعل هيتم التعاقد عليها. يعني زي ما قلنا في فكرة أو المثال الذي ضربناه في الأول هو إقامة محطة كهرباء، هذه الإقامة التكلفة هتكون محددة القيمة، وأيضا الأرباح أو العوائد الناتجة من هذا المشروع هتحدد وفقا لعقود بيع النواتج الكهرباء، سواء كان للدولة أو سواء كان لبيعها لبعض الشركات أو بعض القطاعات. وبالتالي فإحنا محددين الأرباح، وبالتالي هيكون قيمة السق التي سوف تصدر، العوائد التي ناتجة عنه، هيكون هناك تحقيق لهذه الأرباح. نعم. بالإضافة إلى ممكن يحقق أرباح أخرى من تداول هذه الصكوك، سواء كانت في البورصة المصرية أو في الأسواق العالمية، لأنه من المتوقع بإذن الله أن يكون هناك قيد لهذه الصكوك، خاصة أن هذه الصكوك سوف يتم قيدها في شركات الحفظ المركزي ومصر المقاصة، وبالتالي قيدها في البورصة المصرية، وبالتالي إمكانية تداولها داخل الأسواق العالمية بشكل أفضل، وبالتالي هيكون هناك حركة تداول عليها، ويكون محققة للأرباح في عملية التداول الخاص بهذه الصق. دكتور عبد المنعم، بالنظر إلى القيمة الكبيرة لسوق السكوك عالميا، هل تتوقع أنه ذلك يمكن أن يجتذب شريحة كبيرة من المستثمرين المصريين وأيضا الأجانب؟ سوق سكوك على مستوى العالم حوالي 3.8 تريليون دولار، سوق كبير جدا، يمكن مصر ما دخلتوش قبل كده. طبعا هناك أعداد كثيرة جدا، هناك النهاردة احنا بسبب أزمة فيروس كورونا وأزمة الروسية الأوكرانية، هناك انخفاض في حركة تداول رؤوس الأموال، وبالتالي فكرة وجود سكوك سيادية بتصدر على مشروعات محددة ومعالم محددة بتصدر من الدول، وأعتقد أنها هيكون فكرة جاذبة جدا. الأسواق العالمية متعطشة لهذه السكوك بشكل كبير جدا. الأميز من ذلك أنه النهاردة خلال الثلاث سنوات الماضية كثير من الدول أصدرت سكوك، على رأسها ماليزيا، على رأسها إنجلترا، قامت بإصدار سكوك نجحت فيها في جذب عديد من رؤوس الأموال بشكل كبير جدا، استطاعت أنها تقوم بتنفيذ مشروعات معينة ومحددة تعود بتحسين الحالة الخاصة بالاقتصاد سواء لداخل الدولة، وأيضا تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية. وبعتقد وبالتالي هناك يعني فكرة النجاح هذه الصكوك وإصدارها أعتقد هتكون فكرة جيدة جدا، خاصة إن بس هيتوقف هذا الموضوع على تحديد المشروعات التي تمتلكها الدولة والتي يكون لها عوائد كبيرة تعود بالنفع وبالفائدة على كل من يحمل هذه الصكوك أو يدخل في عملية التداول الخاصة بها. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي.